بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان وعانو واناكسن داوضي الميل كستا إيه قوب كستو جوكتان وحا تسو دواتان ورقا عربسي نيوز قد بدا داوان دونتان وحا كميدا مدحينها جمهورية دا سماري لان مدانا موسى بيحي عبدي وكسو النقضي مغالا دا واشتون ليزي إيه دال كامرايكان كا ياسي بلاران لغو سو دوويي عاصمة دا جمهورية دا سماري لان إيه هرقيسي إيه سماري لان ودنبا وزارة دا دفاع إيه ودن كامرايكان كا يا ورقصو سارت حالة دا يوكرين مدحينها مرايكان كا جاو بادن هيا ساقنا وحاو كسو غي هاي اما وسو غاري ودن كبول لان وحيا رايس كتيران ودن كيوكرين غلاها أمان كايا قرمدا مدوبايا ياسي كلولو عن باريي ورارادي كدعاي مقدشي بلدوين انتاسي وقار كامدا قضبادي واركا إما كان كسو دوادا واركي أو فاحفاحسن ما كم تاي حوله دقت هذا الصومالي ده دون أي يعني دري يلان حوله هذا يعني الحوله ها جوه شو عرف نفقره أقيمه سوء شبيه هاي ودن كجوده سنة ديار كوا هلاو قاد ورشدة بودر إميلس وصوص عرف دقيق ذا يعرف كحولها وحنا ديار كوا حد بدن أو عرف كحولها ونفقيسن الله قلت رجلي تذكر حوله دقت هذا الصومالي ده هدي دون إسا عرف كاسين نفقده له أقيمه سوء شبيه هاي هلاو قاد بودر إميليس دولايد كالبادة مغالادة هرقيسة غارحانة ديگان كالارسو مدحوينها جمهورية دا سوماليلان مدانة موسى بيحي عبدي وايا سفر شقو كوچوغي ودن كامرايكان كاكسو اللابتي مانتو وصبتي يدونا مدار كا عاصمة ده هرقيسة عقال انترناشنال ايربوت اي كسو دوويين ددوينة ترابضان حد بس ودوين تي سكدب مدحينها سومالي لان موسى بيحي عبدي ايا ورباهين تلاها اللي استقوانا فافاهيي سفر كيسي مرايكان كا وحي اي كلاها اللين اقضب بدي وقومهيم سنا وحانا ويدي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان امد سومالي لان ميل ورين شوغان با dibadii ugu do dalka gabi aad oo dhan iyo dadweynaha caasimada qalbiga iyo niyadda lagu soo dhaweeyseen dalcaaylkiina iyo ilaalinta aqalnimada ilaalinaysaan haddii aan waqtiga nahay aad iyo aad baan idinka mahadnaqayna walaalayaal waxaan la soo noqonay warsan iyo weersan dadka Soomaaliland iyo inta Soomaaliland jecel iyo inta xaq u helaysa safarkana wuxuu ahaa mid guul u ahaa oo taariikhda gali doona cadawga Soomaaliland wuxuu ahaa mid dalka ka jabiyay oo ka lixiyay walaalayaal haddii in badan aynu soo halgabaynay iyo sanado badan aynu halka naf iyo maalba la soo ururay iyo sanado badan oo aynu dalka dhisaynay oo aynu dadkeenna nabadaynay iyo sanado badan oo aynu dalka dhisnay wixii dowladuhu wax badan dhinaayeen oo dadkeennu u adkaysanayay oo qof walba Soomaaliyeed oo burbaha jooga ama dalka ha jooga u dareemayay maanta waxaan idinku bashaareynayaa shalay haddii dadka qaarkii ama dowladaha waaweyn ee superpowerkii ay dhaahaan iga leeyihiin dowladdii adduunka ugu horeysay inay maanta inay soo jeedaan oo dadayso inina goob joog maqalagihiina oo ay maqlayeen aragiina warkaayo wixii ka dhacayay dalka Maraykanka walaalayaal shalay haddii hadalkeena aan aad loo dhegaysanayn oo dhagaha cadowgeenu uu ka haysan dowladaha waaweyn maanta waxaad arkaysaen iyada oo dhagaha dowladda Maraykanku ay aad u raacayihiin oo dhegaysanayaan codka Soomaaliland iyo dalalku walaalayaal hadday dad badan ugu hore uga jireen waxyaalahan dabayshu xaggalayn haysaa waxba inala siya waxaan igu bushaarayaa maanta dabayshu inay dabdhalka inaga hayso inay riixayso oo leeda hore socda guushu way dalahay walaalayaal waa arkayseen
واحد كم رقائي مدلل سواء عشاء لو عشاء ست عشاء للسعودية اللي حلو تريبوا ياله انت كلام هاو قالي واحد وقال لي ست ايام وعطان الشر وعن وقال لي وحياة كل دول الدولة مركزك يبقى يعمش الهودة يمشى مع الهودة يبقى عدو البارسة يحرشون وانتبعد الله رحيسون يورها انت اوحا نوان ارا انت اين كايرين وهبو اليوم بالنا وقبو دايين تدكي سومالي لان شعراء وحل قمي قربجو بها ومي رب يلي سيجيبو قارهان دالك مريكا كدب ما يسيجيبين ايو كندا يبقى الوريو الملكة لك سومالي انت تبقى لنتوك عشان تكون مغرين قبل يوم هاو عروس ولكن على قد على نفط شغله سنة سنة ودي وحنا سنة سنة وارتين ما تا دولة مريكا ودولة دولة أي كانوا كل هذا إني تلك الصومال الآن يوحى الصومر ووقتين أنا قلت شو قالوا كنا وحنا صوفر يعني نرسو يا ما تا واحد ترى فوقنا بريج دخول ناري ما وحنا سير دخول ناري ما نتاجر دخول ناري ما انت ما انا يا لسامي وما داس حق وحول الدولتي قرق هو اللي باتيرين اعتراف حولها سنوات ما يوحى مصد يا رناي الى الوح وان اولمد والقبصان بان الى قبصانه انا وكرامي احترام او قدرين الى الوضع الموح الله وكم يديهين كل هداي سياسد الموتاي هداي نمتاي هداي امن البرهن ينبط نمتاي هداي مشترتاي هداي تاهاي واقوان وحبرشان يسلح قلبشو انت ما وحال ديار الله الى ولد ولد قدرنا يا الى الوقوه او نهوش يدي براوه او اي مقالي ورقا هذا نوو الدروس يوضا تلين الله براوه ما تسوى حال دكوية الى الالباب كان يفرهم وانقوم بحال اي الى مسكاشنة دي الولد ولد تاسع الويسي دا او اذي ما اركيسي ولا نروح حال قول جمتي هو الله حيسان تلفون الله ايا انت لكم الله حيسان انت ولد المرايكيكا لبدا يقول البرلمان سنترس كأي يكون درسكو أي لغة شرعي أو كفرية دولتا انتر در سومال الآن لولا وحلولاق أبصوه أو سيوه مغنى وهذا أي فرية دولتا وحار كيسين حرر أما فرهما موتر أيو أو دولا شبهين موتر أيو ودفير أيان شغلي إن أي دولتا أرمان دولتو سيوه وحلولاق أبصوه هم قشن سومال الآن إيو رعيد وكسومرينين وانا تلاوم ما تنبكو ويا داب نفرو وحالو إذي سيدنا وانا كسو عرنا عالم كمات شركة يا شركة عالم كتفي يا فريتي او غرق النوري بي اي ديستور كنا فري اي غرق النوري بي القديد اذا قال سيا امدا ورد الميرا ابوها وين شمعودة قرما غرا حزيان مرايقك اي مانتا انتا نبيني ورد الميديا هم مرايقا قرا عليك ورقيني ما أنت أفكر استوى دوك هذا واحد ذلك غير جيسي يدل وجوه دوك هذا وعكسيه ميديا أمريكا ولا لا يلا عاد كروشاي إذا كورك أنت يسمى ده هاي واحد ما أنت ينسى لا إيه وين أفر ماي حرير عصب أو برا واه ولكن دولة يدل بلونا بارهم مريكا يدل كان يسير أنت أصلا لو سمعي شريك فاسيرة محايد وقدرين أنا أقول أشخاص بالله واحد قدرينيين شعب كالسومالي الميون شروع بذلك يدي مدبع يهلقى كايسوك عليه يدرك عايلستان يتلوذاك يدي مغادية دولة يهي مالحن ودورتان يهي وحي دولة خليفك خليفة في خلاف كل الحليات وهو قلنا برا قضيقين ظروفها أضيق أي حيسا قدرينتها كمتا ستار خوشها المصوك عليه الشعب الأول بالقوم تويسي أيها الذين قدرنا أي وأنا ذا من الإفرامي إذا كان الذين قدر يا الذين بتشوي وحلوبه هم أي إلى نهارك كسيه ما تم إلى هالوبه هيا له بتشوي لا وحيل عالم كم أرض من مات ذلك الساعة يا أفك الساعة لقد يسوع الله ريا قد يد السماري ده وحقول حجة يروى اعتراف يوم يوم ولا مات ما رجع ولا كان تقولين أنا كنا كريم كريمين علاقات كم ولا حمرق ويسووا حن كم ولا قاعدة هل كناهين هل كناهين تفكرين إذا مو أي مو أي أنا أدوك الدولة قوتي لنا عالم كهونا طوال قوتي لنا قدر يوري لنا
iyagoo midba ciilaaqaadka u jiray maantana maraykanka u jiray haday ku dhacayaan kii oo ku jiray aadiyad baan ku mahadnaqaynaa warbixinta saamusan waa cadceed dad badan oo weyn oo horeeya waa mahadsantihiin hawshaa ku timaadeen waxa ay noo balana soomaalilaada uu hawsheeda iyo isbeheeda wadno dadkeennu oo walaalaba gacmaha isqabsada inagoo qadiyadeeda u dhowanaya tayla hadday qof waliba dhibaato uu qabo isaga oo qarashka oo maraya tiisa ayaa inoo ballana aad iyo aad loo mahadsan. Tada iyagoo oo maalintii labaad booqasho ku jooga Poland, Master Biden ayaa sidoo oo kale la kulmi doona qaxoontiga ka soo cararay dagaalka ka socda Ukraine, waxaana labada hoggaamiye la filayaa inay ka wada hadlaan ballanqaadkii hore ee uu Master Tada u sameeyey in Ukraine loo gacan gelin doono diyaaradaha dagaalka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu si aada ugu baahan yahay diyaaradahaas, balse Maraykanka ayaa hor istaaga gudbintooda isaga oo ka baqaya inta labadaasi ay dagaalka lugaha u soo gelisa NATO. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo wasaaradda difaaca ee UK ay sheegtay inay u badan tahay in Ruushku uu sii wadi doono adeegsiga hubka aadka u culus ee goobaha magaalooyinka. Warku waxa intaasi ku daray in ciidamada Ruushku ay sii wadaan godoominta tiro ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Ukraine oo ay ku jiraan Kharkiv, Kherkiniv iyo Mariupol. Xafiiska dacwadoogaha guud ee Ukraine ayaa sabtida maanta sheegay fariin uu soo dhigay abka fariimaha ee telegramka in dagaalka Ukraine ay ku dhinteen 136 caruur ah ilaa iyo hadda. Waxaa intaasi ku dartay in tirada dhaawaca ee caruurtu ay gaadhayso 199 caruur ah. Warbaahintu umay suura gelin inay xaqiijiso xogtan. Golaha ammaanka ayaa si kulul u cambaareeyay weeraradii ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho iyo magaalada Beledweyne 23 Maarj 2022. Weeraradaasi oo ay mas-uuliyadooda sheegatay Al-Shabaab ayaa lagu dilay in ka badan 50 qof iyo dhaawac intaasi ka badan. Xubnaha golaha ammaanka ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in lala xisaabtamo dambiilayaasha, abaabulayaasha, maalgeliyaasha weeraradaasi lana horkeeno sharciga. Golaha ammaanku waxa ay ku booriyeen dhammaan dowlad goboleedyadu si waafaqsan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah iyo go'aanada golaha ammaanka inay si firfircoon ula shaqeeyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha kale ee khusoosa arrintani. Golahu waxa uu sheegay in argagixisnimada nooc kastoo ay tahay iyo muuqaalkeedu ay ka dhigan tahay khatar weyn oo ku wajahan nabadda iyo ammaanka caalamiga, waxaana ay ku celceliyeen in dhammaan falalka argagixisnimadu ay yihiin dembiya aan qiil loo heli karin. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyay khatarta nabadda iyo ammaanka ee Al-Shabaab ee Soomaaliya iyo gobolkaba. Waxa ay ku booriyeen hoggaamiyaasha Soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan arrimaha qaranka ee muhiimka ah oo ay ku jiraan gunaanadka hannaanka doorashada ee socda, la dagaalanka argagixisada, iyo wax kasta iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka bini'aadantinimo ee ba'an ee ka dhacaya Soomaaliya.